كبر واليونان قد أبرمت اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع مصر في إطار اتفاقية البحار الدولية، وهذا تم على مدار فترة زمنية طويلة، وإلا أن هذه الاتفاقيات النموذجية هي نموذج يحدث به لسلوك ذات الطريق بعيدا عن أي تعسف أحادي من أي جانب ينتج عنه تهديدات بالحرب، وهو ما لا يتفق مع مفهوم القرن الحادي والعشرين. تبادلنا الأفكار حول الوضع في ليبيا. طبعا تطورات الوضع في ليبيا يؤثر على المنطقة بشكل أوسع. إن إجراء الانتخابات في ديسمبر دون أي تأجيل هي بمثابة خطوة نحو إحلال الاستقرار، وطبعا إبعاد وانسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية. إن اليونان، مصر وقبرص نؤكد على أهمية التحول الديمقراطي في ليبيا، ونقوم بأخذ المبادرات للتعاون الاقتصادي، وسوف يتبلور إسهامنا على مستوى اللقاء الوزاري في طرابلس، وأيضا في المؤتمر الذي من المقرر أن ينعقد في باريس حول ليبيا.